ننتقل الآن مباشرة. هنهتم بثلاث قطاعات: التعليم والصحة والإصلاح الإداري. أتصور خلال سنة أو سنتين أنتوا هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي. بما أننا في خضم التحرك قدما نحو الأمام، فلنصنع من خطواتنا أميالا، ولنجعل عملنا سريعا ودقيقا وبتنفيذ يفوق التوقعات. فنحن بقوتنا البشرية الضخمة وعراقة مؤسساتنا الحكومية قادرين على وضع مصر في المكانة التي تليق بها في مصاف الدول المتقدمة. تكامل الرؤية المصرية في صنع حكومات سباقة ومرنة، في تمكين الابتكار والإبداع بين قطاعات الدولة، في جودة الخدمات الحكومية للمواطنين. فالتميز والعمل بروح الفريق بما يحقق التنافسية سبيلنا نحو الريادة العالمية. إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي كجائزة سنوية. إلى الأمام مع جائزة مصر للتميز الحكومي. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، معالي محمد بن عبد الله الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، السادة أصحاب المعالي والسعادة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محدثكم شريف فؤاد، وإنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا اليوم لنحتفي معا بالفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى 2019. تعد جائزة مصر للتميز الحكومي المتوافقة مع منظومة التميز الحكومي الإماراتية إحدى ثمار التعاون البناء بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي. واحتفالية اليوم تعد دليلاً جديداً ودامغاً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين قيادتي وشعبي الدولتين اللتان تتشاركان الإرادة والعزيمة لبناء مستقبل مشرق يعود بالخير على مواطن البلدين والوطن العربي. لطالما عملت الحكومات منذ قديم الزمن على تأمين متطلبات شعوبها وخدمتهم، واليوم بات الهدف من العمل الحكومي هو إسعاد الشعوب. وما من شك أن التميز في العمل الحكومي هو السبيل لرفع مستوى الخدمات الحكومية والكفاءة والتطور وإرضاء المجتمعات. ومن هنا تبرز أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي التي تحفز العاملين في الجهات الحكومية على تقديم أفضل ما لديهم لإسعاد المواطنين. احتفالية اليوم تؤرخ لحدث مهم، فجائزة مصر للتميز الحكومي هي استمرارية لمسيرة التطوير الإداري في الدولة
التي تعد ضمن الأعرق والأقدم والأكبر على مستوى العالم، وهي علامة مضيئة جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات الحافل الذي يشهده العمل الحكومي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، يشرفني الآن أن أدعو المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، لإلقاء كلمتها وتقديم عرض حول جهود الدولة المصرية لتعزيز قدرات التميز لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الوزير محمد الجرجاوي، السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، مرحبا بكم في يوم التميز، يوم التكريم، يوم الحصاد. أتشرف بأن أعرض الجهود التي قام بها فريق العمل على مدار 16 شهر منذ إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز قدرات التميز لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق الاستثمار في البشر الذي يعد أهم استثمار. اسأل نفسك مع شروق الشمس، متى ستشرق أنت؟ فكرة التميز والتقدير المتميزين كانت دايماً حاضرة في الدولة المصرية التي فاضت إسهاماتها على الحضارة الإنسانية كلها. ففي القرن الماضي أطلق السلطان حسين كامل عام 1915 نشان محمد علي، وأطلق أيضاً نشان النيل اللي كان بيمنح للوزراء وكبار موظفي الدولة المتميزين. وعلى نهج أجدادنا أطلقنا مسابقة المتميزون في 2005، واستمرت وتطورت عام بعد عام، وتوقفت عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، لنعود بقوة ومشاركة متميزة وقوية مع دولة الإمارات الشقيقة، وأطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2018. شعرنا الكل فايز، لأن الفايزين مش هما بس اللي بياخدوا جوائز وبيتكرموا، لكن الكنز الحقيقي هو الرحلة، الرحلة اللي بيمشيها معنا المتسابقين من أول البداية لخط النهاية. الكنز الحقيقي في الخبرات اللي بيكتسبوها، بيتعرفوا خلال الرحلة على نقاط قوة وفرص التحسين الممكنة لتحقيق التميز. شعرنا الكل فايز لأن مخرجات المسابقة بنستفيد منها في الوزارة وبنوظفها عند وضع خطة تنمية وبناء القدرات، وعند وضع الخطط الاستثمارية للأعوام القادمة. يعتبر أول خطوة في التميز في الأداء الحكومي أن يكون التميز مؤسسي، ويكون جزء لا يتجزأ من الثقافة التنظيمية السائدة في الجهاز الإداري للدولة، وكمان بين العاملين، انطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة ومحور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030. أرسينا أربع قيم: قيم الشفافية، الجودة، الكفاءة، وصولاً للتميز. صممنا خطة الإصلاح الإداري على أساس القيم دي، وقسمناها لخمس محاور: محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور تنمية وبناء القدرات، ومحور تطوير الخدمات الحكومية، ومحور تكامل وربط القواعد القومية. ركزنا على عنصر البشري اللي بنعتبره حجر الزاوية في التقدم، عشان كده استثمرنا في البشر عن طريق وضع خطة متكاملة لبناء وتنمية القدرات للعاملين بالجهاز الإداري. وعندنا منهجية علمية بتبدأ بالانتقاء، التقييم والانتقاء، ثم المعرفة، ثم التأهيل والتدريب، ثم الإتقان والاحترافية، وصولاً للتميز. وقيم التميز
بداية من استشراف المستقبل حتى التركيز على النتائج. اعتمدنا في انتقاء المتدربين بشكل أساسي على ربط قواعد بيانات الأساسية المتعلقة بالموظف وتحليل الملف الوظيفي من خلال Data Analytics وفقاً لاختصاص وظيفته واحتياجاته التدريبية. وعندنا ثلاث قواعد بيانات رئيسية هامة: قاعدة حصر الموظفين اللي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقاعدة بيانات التدريب، وقاعدة بيانات التقييم اللي بتحتوي على البروفايل الخاص بسماته وقدراته ودرجة إتقانه مهارات الحاسب الآلي ودرجة إتقانه اللغات. حددنا الفئات المستهدفة من قيادات عليا وإدارة وسطى وإشرافية وفئات تخصصية، مع التركيز على المرشحين للعمل بالوحدات المستحدثة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وحدات الموارد البشرية، وحدات الإدارة الاستراتيجية، وحدات المراجعة الداخلية والتدقيق، وحدات الدعم التشريعي، ووحدات التحول الرقمي. بنعمل أيضاً على خلق شريحة متماثلة للجهاز الإداري. بمعنى إيه؟ بمعنى العاملين يكون عندهم نفس المفاهيم وبيتكلموا نفس اللغة. عدد المتدربين خلال العام المالي السابق والربع الأول من العام الحالي وصلوا ل 26,853 متدرب من فئات العاملين بالجهاز الإداري. حقيقة بنشتغل على تدريبات وعندنا شركاء نجاح، عندنا تدريب وطني 2030، عندنا تدريب مسؤول حكومي محترف، عندنا مركز التقييم والمسابقات اللي بنعتمد عليه في التقييم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء. ده مسؤول حكومي محترف بيركز على اللي بيتعاملوا مباشرة مع الجمهور. بدأنا في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وهنكمل إن شاء الله باقي المحافظات. القيادات النسائية مع المعهد القومي للإدارة وجامعة ميزوري، كينجز كوليدج في لندن بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، الحقيقة شركاء النجاح يعني من دولة الإمارات الشقيقة والجامعات المصرية والجامعة الأمريكية وجامعة شيكاغو بوس ومؤسسة ساويرس والأكاديمية الوطنية للتدريب، المعهد القومي للإدارة، جامعة إسليسكا الفرنسية، المدرسة الوطنية بفرنسا، معاهد القوات المسلحة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. الحقيقة يعني إحنا بنشتغل مع شركاء نجاح فعلا يعني، واحنا بنحتفل معاهم لان اللي وصلنا له ده ما وصلناهوش وحدنا. وفي نهايه العرض انا بتقدم بالشكر لفخامه السيد رئيس الجمهوريه لرعايته الكريمه للجائزه، ودوله رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر وتشريفه لينا، والاستاذه الدكتوره وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري على دعمها المستمر وتشجيع فريق العمل. وتقدم بالشكر للسيد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ودورة الإمارات على الجهد الدؤوب والمستمر لجائزة مصر للتميز الحكومي وجميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات. وأخيراً أود أن أتقدم لفريق العمل بالجائزة من الجانبين المصري والإماراتي بعظيم الشكر على ما بذلوه على مدار 16 شهر، كما أتقدم بالشكر لجميع زملائي الذين ساهموا بكل إخلاص ومستمرين في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، وكما أهنئ الفائزين مؤسسات وأفراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا مهندسة غادة لبيب على هذا العرض القيم. والآن مع فيديو تعريفي عن جائزة مصر للتميز الحكومي يتضمن أبرز الأهداف والمعايير والفئات. تجسيدا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي
بإشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأهداف واضحة. تنقسم جائزة مصر للتميز الحكومي إلى 5 فئات رئيسية، وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع، لتكون 17 جائزة بمجملها. تركز الجائزة الرئيسية على رؤية مصر 2030 وخدمات المواطنين، استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الموارد الحكومية. لهذه الجوائز معايير معتمدة تركز على خدمة المواطنين والريادة العالمية للحكومة المصرية. استطاعت فرق العمل وبتعاون مؤسساتنا الحكومية تحقيق النجاح للجائزة في دورتها الأولى من خلال مشاركتها في التدريب والتقديم والتقييم. تعمل الجهات الحكومية المصرية يداً بيد للازدهار بالخدمات وتحقيق التميز في خدمة المواطن المصري والريادة لجمهورية مصر العربية. تنافس في الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي أكثر من 2000 مشارك ما بين فئات الأفراد والمؤسسات الحكومية لنيل شرف الحصول على إحدى الجوائز لما تمثله من قيمة وحافز لكل من ينتمي للجهاز الإداري للدولة. والآن نتعرف على بعض تجارب المشاركين في الجائزة. أدعو السيد إيهاب عبد الباسط من محافظة أسوان للتفضل بعرض تجربة المشاركة في جائزة القيادات الحكومية المتميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي دولة الرئيس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، معالي الوزيرة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري دكتورة هالة السعيد، معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات الشقيقة الوزير محمد الجرجاوي، السادة والسيدات الحضور الكرام، يسعدني أن أشكر معاليكم على تنظيم الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي والتي كان لها أثر عميق في كل من شارك فيها. منذ اليوم الأول لإعلان الجائزة صار حلم للجميع للفوز بها. في البداية ومع انعقاد أولى البرامج التدريبية للتقدم للجائزة، أحس الجميع بما هو قادم للأداء الحكومي من تغيير كبير في الأفكار وتطوير في الأداء، وتولدت لدى الجميع أحلام أكبر للمستقبل. ومع انطلاق أولى مراحل الجائزة لتقييم القدرات انطلقت لدى الجميع روح المنافسة. كنت تشاهد أكفأ قيادات من جميع أنحاء الجمهورية في مكان واحد، ويتطرق إلى ذهنك فكرة واضحة، وهي كيفية تحسين أدائك ورفع كفاءاتك لتصل إلى الدرجة المطلوبة للفوز بالجائزة الحلم. ولا زال إحساس اللحظة التي تم إخباري بها عن اختياري ضمن 10 الأوائل للجائزة بداخلي إحساس يجمع بين الفرحة العارمة والمسؤولية الكبيرة التي تدفعك للعمل بجد أكبر وهمة أعلى. ومع انطلاق المرحلة الثانية من تقييم الجائزة، والتي كانت عبارة عن مقابلات شخصية واختبارات عملية عن مواقف تمر بك أثناء عملك، بات واضح للجميع أن هناك عهد جديد من الفكر والتميز. وكانت المرحلة النهائية وهي تقييم الأداء في مقر العمل، وهنا لا يسعني إلا شكر أعضاء هيئة التقييم التي تحملت صعوبة الانتقال إلى جميع أنحاء الجمهورية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها للوصول للنتيجة المرجوة. تقييم اشتمل على متابعة أداء العمل وبيئة العمل وأراء جميع العاملين. لقد لمس الجميع ما تمت به التقييمات من شفافية واضحة وعدالة كاملة بين الجميع. لقد كانت تجربة أضافت للجميع الكثير، جعلت الإبداع نهجاً والابتكار والتميز دستوراً. تجربة أكسبت الجميع التفكير الجريء والأداء الناجح، التخطيط المستقبلي، إرادة المنافسة وروح التميز والسبق. شكراً لمعاليكم. شكراً أستاذ عماد. الآن مع تجربة أخرى،
تتعلق بمركز المنتزه أول التكنولوجي لخدمة المواطنين والمشارك في جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية. السيدة نهى أحمد السيد خليفة مدير المركز تتفضل بعرض تجربتها. معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف اليوم بوجودي بينكم ممثلة عن فريق العمل لمركز التكنولوجي الحي المنتزه أول محافظة الأسكندرية لحضور حفل توزيع جوائز الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي. بدأت رحلة المركز للمشاركة في الجائزة منذ الأيام الأولى من الإعلان عنها بالموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وتسجيل طلب الترشح ضمن جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وخطوات التعرف على شروط المشاركة ومعايير التقييم، ومروراً بمراحل إعداد الملف الأولي للمركز وتقديمه لفريق الجائزة، وذلك للتعرف على التوجيهات اللازمة ونقاط الضعف وكيفية معالجتها، وذلك بتكليف نخبة متميزة من المدربين بتنفيذ برامج وورش عمل تعريفية عن نموذج جائزة مصر للتميز الحكومي وما يتضمنه من محاور وتغطية لرؤية مصر والابتكار والممكنات المختلفة لتحقيق التميز. سعدنا بتلقي خبر اختيارنا ضمن القائمة المختصرة والتي تتضمن أفضل 10 ملفات للمراكز التكنولوجية على مستوى الملفات المشاركة بعد انتهاء المرحلة الأولى من عمليات التقييم، لتبدأ مرحلة التقييم الميداني لمطابقة ملفات الترشح بالإنجازات والأعمال على أرض الواقع، والتي شرفنا بخلالها باستقبال السادة الخبراء من مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، لتبدأ مرحلة جديدة من التعلم وذلك بخوض تجربة التقييم الميداني والتي تعتبر من التجارب الأولى للمركز وفقاً لمعايير الجائزة. بوجودي هنا اليوم كمديرة لإحدى المراكز التكنولوجية المؤهلة للمرحلة النهائية وبوجود فريق العمل والذي يعتبر هو السبب الأساسي وراء هذا الإنجاز، نجد أنفسنا تجاه مسؤولية كبيرة تتمثل في التطوير والعمل على استدامة التميز بما يحقق رؤية مصر 2030 ويضمن مستقبل أفضل لوطننا مصر في إطار من الدعم الدائم من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومتنا الموقرة. كل الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً. أما الآن فإنه يسرني أن أدعو معالي الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية لإلقاء كلمتها الافتتاحية حول جائزة مصر للتميز الحكومي. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الوزير محمد الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية الشقيقة، السادة الوزراء، السادة المحافظون، السفراء، السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بحضراتكم جميعاً في هذا الحدث الذي تجتمع فيه كافة مقومات التميز، فهو حدث متميز في حضوره، فنسعد بتواجد هذا الجمع الكريم من ضيوف مصر الأعزاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة ومن السادة الوزراء والسادة السفراء، السادة أعضاء مجلس النواب، أعضاء الهيئات القضائية، رؤساء الجامعات، والنخبة المتميزة من الإعلاميين والمفكرين والمسؤولين الحكوميين وأبناء الجهاز الإداري للدولة المصرية. كما أن هذا الحدث أيضاً هو حدث متميز في غاياته وأهدافه، لأنه يشهد الاحتفال بجهود المتميزين في الجهاز الإداري للدولة. أشعر بالفخر والسعادة ونحن نلتقي اليوم في هذا الحفل العظيم لتكريم نخبة من مؤسسات الدولة
ومن قيادات الجهاز الإداري للدولة، والتي تميزت وأبدعت في عملها تكريماً لجهودها في تحسين العمل ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والمساهمة في شيء هام جداً، وهو تغيير النظرة السائدة عن مستوى خدمات الجهاز الإداري للدولة بتقديم خدمات متميزة تلبي التطلعات وتنال رضا المواطن المصري، وهو أهم هدف كلنا بنعمل من أجله. السيدات والسادة، انطلقت مبادرة جائزة مصر التميز الحكومي منذ أكثر من عام، وصاحبها محطات كثيرة من العمل الدؤوب. كانت نقطة البداية من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات في شهر فبراير 2018. كان هذا التوقيع على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، والحقيقة هذه الاتفاقية بتشمل مجموعة كبيرة من أوجه الشراكة، ولكن أهم ما في الموضوع أنه منذ توقيع هذه الاتفاقية بعديها بأقل من شهرين شرفنا في مصر معالي الوزير الجرجاوي ووزير عهود الرومي وزيرة السعادة، وقالوا يلا نبدأ الخطوات التنفيذية لهذه الاتفاقية. كان هناك فريق عمل كبير معهم، وأنا أتذكر الكلمة اللي قالها لي معالي الوزير، قال لي هذا الفريق كله اعتبريه فريق وزارة التخطيط، وهو فعلا هذا ما حدث في 16 شهر الماضي. فريق متواجد تقريبا شبه يعني كل أسبوعين هم موجودين معايا في مصر، فأنا الحقيقة بحييهم وبشكرهم على هذه الشراكة العظيمة اللي بين دولتين. في يوليو 2018، كان 4 يوليو بالضبط، تم إطلاق جائزة مصر التميز الحكومي في مؤتمر كبير في مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين اللي بيتكلموا عن التميز الحكومي، وشرفنا دولة رئيس مجلس الوزراء بإطلاق هذا المؤتمر، وكان هذا المؤتمر هو انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الالتزام بالجودة داخل مؤسسات الجودة، لتصبح هذه هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدي به الجميع لتحسين أساليب العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقديم خدمات حكومية متميزة. تعد هذه الجائزة إحياءً وتطويراً زي ما تفضلت زميلتي المهندسة غادة للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزون التي تم إطلاقها في عام 2005 وتوقفت في أعقاب 2011 نتيجة الظروف التي شهدتها مصر في ذلك الوقت. إيه هي أشكال الجائزة؟ الجائزة لديها مجموعة من الأشكال، ويمكن الدورة الأولى منها إحنا اقتصرنا على مجموعة محدودة من الفئات، لأن هذه الدورة الأولى كان لابد أن يكون لدينا أحكام وحوكمة جيدة عن هذه الجائزة. الجائزة بتنقسم إلى فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى هي جوائز التميز المؤسسي، تتضمن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بداية من المدن، مراكز الأحياء، وصولاً إلى القرى داخل القرى المصرية كلها. جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمة الحكومية زي مكاتب البريد، الشهر العقاري، مراكز خدمة المواطنين تقدم خدمات مواطنين ذكية وتكنولوجية للمواطنين، مراكز التأهيل الاجتماعي، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمة الذكية. دي الجوائز المؤسسية اللي بدأناها هذا العام. الجوائز الثانية هي جوائز التميز الفردي، تشمل جائزة القيادة المتميزة من رؤساء القطاعات، رؤساء الإدارات المركزية، مديري العموم والإدارات، بالإضافة إلى جائزة الإبداع والابتكار التي تمنح لأفضل بحث أو فكرة بتحل مشكلات الإدارة وتطور منظومة الخدمات العامة. وبيأتي هذا التقسيم لضمان تعدد الجوائز لنشر فكر التميز وخلق روح المنافسة الإيجابية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة. وأنا عايز أقول هنا أنه يمكن الفترات السنوات الماضية ومع حجم الجهاز الإداري للدولة المصرية، يمكن هناك
كان تسليط للضوء على بعض العناصر التي أساءت للجهاز الإداري الدولي، وده بيحدث في كل دول العالم. ولكن إحنا محتاجين إن إحنا نسلط الضوء على قصص النجاح. حقيقة الجهاز الإداري للدولة من وقت ما شرفت بأن أنا أتولى هذه المهمة مليء بالعناصر المتميزة، مليء بالكوادر المتميزة اللي إحنا محتاجين نحفزها، نسلط الضوء على قصص النجاح فيها. لم يتوقف الأمر عند الإعلان عن الجائزة، بل قام فريق جائزة التميز الحكومي على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة على مدار ما يزيد عن عام بحملات توعية مكثفة، حيث ذهب الفريق إلى العديد، زي ما عرضوا الزميل والزميلة، العديد من المحافظات لعقد ورش العمل للتعريف بمعايير الترشح، الحث على التقدم والمشاركة في الجائزة، إيضاح طريقة التقييم، كيفية ملء الاستمارة إلكترونياً. بلغ عدد المشاركين في ورش العمل أكثر من 7000 شخص من جميع أرحاء الجمهورية، وقام عملية التدريب تعدت 50,000 ساعة تدريبية. تم فتح باب الترشح للجائزة في شهر نوفمبر 2018، واستمر حتى شهر نهاية شهر إبريل 2019. ساعدنا باستقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية من كليات في أنحاء الجامعات المصرية، من 31 مدينة، من 15 قرية، ومن 141 مركز. أما عن جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فقد تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، 64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، 19 مكتب تأهيل اجتماعي، و158 مركز خدمة تكنولوجي بالأحياء والمدن المصرية. أما عن جوائز التميز الفردي، ترشح لها 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، و274 مدير إدارة. وكانت سعادتنا بالغة بتلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية، والتي تعد الحقيقة من الغايات الرئيسية لجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث ورد إلينا أكثر من 157 فكرة مبتكرة من الوزارات و72 بحث من المحافظات في فئة جائزة الإبداع والابتكار. هيتم تشكيل فرق عمل لكيفية تنفيذ هذه الأفكار ووضعها موضع التنفيذ. وعلى الرغم من المشاركة الواسعة في الترشح للجائزة بفئتها المختلفة، فعلى سبيل المثال تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية. بلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين 65% من عدد الإجمالي للمراكز، وذلك لأنه الاتفاق في اللجنة العليا للإصلاح الإداري أن أول عام ستكون الجائزة طوعية. إن شاء الله نطمح دولة رئيس مجلس الوزراء أنه مع العرض على اللجنة العليا للإصلاح الإداري أنه حضرتك توجه أن تكون الجائزة إجبارية، لأن ده بيؤكد على روح التنافس وتحفيز العاملين في كافة مجالات وكافة أجهزة الدولة. أهم شيء في كل هذه العملية بتيجي التقييم، معايير التقييم وحوكمة الجائزة، ده أهم شيء في الجائزة، وده اللي كان دايماً السيد رئيس الجمهورية بيؤكد عليه في كافة اللقاءات. كيفية التقييم، معايير التقييم، من هم المقيمين، حوكمة هذه الجائزة، لأن مصداقية هذه الجائزة هي شيء هام جداً. فشكلت لجان للتقييم تتكون من 110 مقيم، 110 مقيم، 45 مقيم جاء من دولة الإمارات، كان هناك مقيمين مصريين بالإضافة إلى مقيمين إماراتيين، 45 مقيم من دولة الإمارات من 110 مقيم. الباقي المقيمين كلهم مقيمين مستقلين غير تابعين للجهاز الإداري للدولة، كلهم لديهم شهادات تقييم دولية، مشاركتهم في مثل هذه الجوائز على المستوى الدولي، تقلدوا مناصب قيادية، وسبق لهم أن كانوا أعضاء في لجان تحكيم دولي، تحكيم دولية وإقليمية. بالإضافة إلى المقيمين، وده كان توجيه السيد الرئيس، اللجنة
الخاصة بالمحكمين تكون كلها لجنة دولية. وبالفعل معالي الوزير جرجاوي أوفد لنا 6 محكمين دوليين من دولة الإمارات وخارجها، جم عشان يراجعوا كل الإجراءات الخاصة بالمقيمين اللي تمت، سواء كانوا اللجان الخاصة بالمقيمين المحليين أو الإماراتيين. كل هذه التوصيات، سواء كانوا المقيمين أو المحكمين، رفعوا توصياتهم إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية، وتم مراجعة كافة هذه المعايير. استغرقت عملية التقييم أكثر من 40,000 ساعة عمل، بداية من فرز الطلبات وتقييم المضمون مكتبياً، ثم التحقق من خلال زيارات ميدانية راحوا لهم في كافة المحافظات لإقرار صلاحية تقارير التقييم وإصدار التوصيات النهائية. وها نحن اليوم نجني ثمار هذا العمل على مدار 16 شهر بإعلان أسماء الفائزين 3 في كل فئة من فئات الجائزة، وتكرمهم معنوياً ومادياً أيضاً. واسمحوا لي أن أختنم هذه المناسبة بوجود هذا الجمع المتميز لأؤكد على أنه عملية الإصلاح الإداري هي عملية طويلة، هي ليست عملية قصيرة، هي عملية طويلة وهي عملية مستمرة، وتواجه عادة بتحديات. كل ما له علاقة بالعنصر البشري هو عملية بتحتاج مننا جهد كبير، وأيضاً بيحتاج مننا أو بتقابلنا فيه تحديات كثيرة. ولذلك فإن هذا الإصلاح بيتطلب بالإيمان به وتنفيذه مجموعة من العناصر الأساسية. أولاً، إن عملية الإصلاح الإداري هي ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين كافة مؤسسات الدولة. ويأتي الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هي فرصة ذهبية للإصلاح، إلا أنه في الوقت ذاته هو يمثل تحدي يتطلب مننا إعداداً جيد، لأن الانتقال كما يوجه لنا السيد الرئيس ليس مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول في الثقافة والفكر الإداري الجديد ومنظومة تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الخطة اللي الدولة المصرية شغالة فيها فعلاً، والاستفادة من العناصر البشرية والتي تعد أحد المزايا النسبية الكبيرة التي تتمتع بها مصر. ثانياً، الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم، وده أيضاً اللي احنا الخطوات اللي احنا ماشيين فيها. فالاستثمار في العنصر البشري خاصة فئة الشباب هو أغلى استثمار لدينا، لذلك لا تدخر الدولة المصرية جهداً أو مالاً لتدريب القيادات الواعدة، حيث تم تدريب كما ذكرت زميلتي أكثر من 25,000 موظف في عام واحد فقط. دربنا أكثر من 25,000 موظف في برامج متعددة داخل مصر وخارج مصر أيضاً، في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات العربية الشقيقة، بالتعاون مع أرقى وأفضل المؤسسات التدريبية المحلية والدولية. ثالثاً، القطاع الخاص والمجتمع المدني هم شركاء رئيسيين مع الحكومة في مجالات التنمية، ومن أهمها مجال الإصلاح الإداري، وده اللي دايماً بنطلق عليه التعاون بين الشركاء الأساسيين، سواء كان في خطط الدولة رؤية مصر 2030 أو في الخطط السنوية أو الخطط المتوسطة المدى، المثلث الذهبي للتنمية، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والحقيقة بدون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم ممثلين معنا اليوم، سواء كانوا أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري من الأعضاء مش بس من السادة الوزراء زملائي، ولكن أيضاً من ممثلي المجتمع المدني والوزراء السابقين، وزراء التنمية الإدارية السابقين، حقيقة الجهد الكبير اللي بيعملوه، أو مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في برامج التدريب، وتوجه بالشكر لمجموعة من البنوك المصرية اللي بتشارك في دعم البرامج التدريبية ومؤسسة سويرس للتنمية. رابعاً، الإرادة السياسية هي المحرك الرئيسي لأي إصلاح،
وهي الداعم الحقيقي لاستمرارية مشروعات هذا الإصلاح. فلولا رعاية القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لما كانت هذه الإنجازات أن تتحقق بهذه السرعة. ختاماً أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وفريقها الكبير على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر، ونؤكد حرصنا لاستمرار الشراكة الاستراتيجية سواء كان في مثل هذه الجائزة أو في ملف مهم أيضاً شغالين عليه وهو ملف مراكز الخدمات الحكومية. هناك مركز بيقام في أسوان ومركز آخر بيقام في القاهرة. ملف بناء القدرات الحكومية اللي من خلاله تم تدريب 3000 موظف حكومي في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل. أشكر أيضاً جهود فريق الجانب المصري، فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبصفة خاصة فريق جائزة مصر التميز الحكومي بقيادة زميلتي الوزير المهندسة غادة لبيب وزميلي الدكتور صالح الشيخ وكافة الفريق. بوجه لهم كل التحية والتقدير على الجهد الكبير اللي قاموا بيه. أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري الحقيقة ما فيش شكر كافي لهم، لأنه الأعضاء المستقلين السادة الوزراء السابقين مهندس هاني محمود والمهندس دكتور أشرف عبد الوهاب، سيادة المستشار جمال ندى، المهندس مدحت مدني، هم بيعملوا كما لو كانوا موظفين في وزارة التخطيط. هم بيتواجدوا لا يقل عن 2-3 في الأسبوع، فبوجه لهم أيضا تحية وتقدير كبير. أما الذين لم يتقدموا ولم يحالفهم الحظ هذه المرة، فأحب أقول لهم أن التميز هي رحلة طويلة فيها صعود وفيها هبوط أحيانا، ولكن نهايتها دايما سعيدة. كل المتميزين عبر التاريخ مروا بمراحل صعبة في بدايتهم، لكنهم في الآخر تغلبوا على الصعوبات ونجحوا وأصبح لهم قصص ملهمة بنستفيد منها دايما. الخسارة لا تحدث للإنسان إلا إذا توقف عن المحاولة، فاعملوا واجتهدوا وثابروا وإن شاء الله تكسبوا الدورات القادمة. أهنئ الفائزين بجائزة مصر التميز الحكومي في عامها الأول، وبقول لهم أنتم سفراء التميز على مستوى الجهاز الإداري وعلى مستوى مصر كلها، فكونوا قدوة حتى نصل إلى جهاز إداري كفء وفعال يعلي فعلاً من رضا المواطن المصري. بشكركم جميعاً على تشريفكم. السلام عليكم. شكراً جزيلاً معالي الوزير الفضلة على هذه الكلمة المشجعة. ويشرفني الآن أن أدعو صاحب المعالي محمد بن عبد الله الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الزميلة هالة السعيد، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يسعدني أن أكون معكم اليوم هنا في بلدي الثاني مصر، مصر التاريخ والحضارة، كي نحتفي معاً بالفائزين في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى. هذه الجائزة التي تأتي ترجمة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأكبر جائزة من نوعها لارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، وذلك كجزء من تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. أعتز بأن أكون معكم اليوم ممثلاً عن حكومة دولة الإمارات، فما يجمع
بين حكومتينا هو حرصنا على تحقيق التميز، والتميز يقوم على التعلم وتبادل المعارف والخبرات والتحسين المستمر. أصحاب المعالي، لمصر في قلوب أهل الإمارات مكانة خاصة. هذه المكانة التاريخية أرساها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان النهيان. باني نهضة الإمارات الحديثة، فمنذ قيام اتحاد دولتنا قبل أقل من 5 عقود كانت مصر من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب دولتنا الوليدة، فمنحتنا الرعاية والدعم ولم تبخل علينا بخبرتها العريقة، فشكراً مصر. ولطالما وصانا الشيخ زايد طيب الله ثراه على مصر وأهل مصر، وهو القائل بأن نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، ومصر بالنسبة للعرب هي في موضع القلب. سيدات والسادة، لماذا نسعى وراء التميز؟ إن التميز يعني أن نكون أفضل وأحسن، وتاريخياً سعى الإنسان إلى تحسين ظروف حياته، بداية من توفير شروط البقاء في حده الأدنى إلى توفير احتياجاته الفردية، ثم المجتمع الأكبر والارتقاء بالواقع المحيط به، وحين اكتشف الإنسان دوره ورسالته في تعمير الأرض واستمرار البشرية حول التميز إلى قيمة وعمل، وقطع رحلة طويلة مع التحسين والإجادة والاتقان المستمر ضمن مسعى لا يتوقف لتحقيق التميز، مدفوعاً بطموح لا محدود كي يكون الأفضل. في النصف الثاني من القرن 20 دخلت ثقافة التميز بمعنى الجودة وتطوير الأداء وتعزيز التنافسية قاموس العمل الإداري، وشهدنا تبلور العديد من المقاربات الخاصة بتعريف التميز وربطه بتحسين الجودة على يد خبراء لا تزال نظرياتهم تدرس وتطبق، أمثال ويليام ديمينغ وكروسبي وغيرهم. وبدأت العديد من الدول والحكومات ترصد ميزانيات وتخصص الإمكانات والموارد اللازمة لتعزيز ثقافة التميز وتحويلها إلى أداة معيارية لقياس الكفاءة الإدارية واجعلها جزء أساسياً في مفاصل العمل المؤسسي. وإذا كان القرن 20 قد شهد التطبيق الأوسع لمفاهيم الجودة والتميز، فإن تلك النظريات لم تأتي من فراغ أو من نقطة الصفر، بل هي ثمرة رحلة طويلة قطعها الإنسان منذ فجر الحضارة الإنسانية بحثاً عن التميز والاتقان وتحقيق التفوق. السيدات والسادة، تسعى الحكومات في كل أنحاء العالم إلى تطبيق معايير التميز في العمل المؤسسي لاعتماد أفضل الممارسات على الأرض وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز التنافسية ورفع مستوى الكفاءة وتحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء حتى الحد الأدنى وتحسين بيئة العمل وتحقيق رضا المتعاملين بالحصول على الخدمات الحكومية. ولا تتوانى حكومات العالم عن تطوير منظوماتها الإدارية من خلال الاطلاع على العديد من التجارب الإدارية الناجحة ودراستها ومحاكاتها أو تطويعها بما يتفق مع احتياجاتها وخصوصيتها في إطار تبادل التجارب والخبرات والمعارف الذي يشكل أساس تطور الدول والمجتمعات. وكلما تطورت المجتمعات وازدادت الاحتياجات وما يرافقها من تعقيدات تنامت الحاجة لتطوير نظام العمل الإداري وتوسيع الآفاق.
والبحث عن معايير ومقاييس وأدوات وآليات جديدة وابتكار حلول مختلفة عن المعمول به لمواجهة التحديات المستجدة. دعوني أتحدث عن تجربة دولة، دعوني أتحدث عن اليابان كنموذج دولة في قطاع الجودة والتميز، فهي من أوائل الدول التي فتحت أبوابها وعقولها أمام تجارب الآخرين كي تحقق تميزاً حكومياً وكفاءة إدارية تمكنها من تحقيق قفزة نموية في شتى القطاعات الحيوية. فهي من أوائل الدول التي طبقت معايير التميز والجودة الحكومية على نحو أسهم في تحويلها إلى قوة اقتصادية وصناعية وإدارية لا يستهان بها. فبعد الحرب العالمية الثانية قررت اليابان التي عاشت دماراً غير مسبوق أن تبني نهضة متكاملة أساسها التميز، وإدراك من القيادة اليابانية بأهمية الإدارة الفاعلة استقطبت نخبة من أهم المفكرين العالميين في علم الإدارة والجودة والتميز مثل العالم والخبير الأمريكي ويليام ديمينغ وكذلك جوزيف جوران، الذين طور مفهوم الجودة الشاملة الذي طبقت اليابان، وها هي اليوم مصنفة ضمن قائمة الدول الأكثر تميزاً في الجودة والخدمات والتصنيع، وتحتل اليابان الترتيب الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين في الناتج المحلي الإجمالي. السيدات والسادة، مع تطور المقاربات النظرية والعلمية للتميز والجودة اعتمدت العديد من دول العالم جوائز وطنية للتميز، ونجحت العديد من هذه الجوائز في قيادة حكوماتها كي تتصدر مؤشرات التنافسية في العالم. أود أن أعطيكم مثالاً على جائزة عالمية تحولت إلى علامة فارقة في مسيرة التميز الحكومي، وهي جائزة مولكوم بولدريدج الأمريكية للجودة. فنحو 65% من المستشفيات الأمريكية تستخدم جائزة مولكوم بولدريدج لتحسين العمليات والخدمات المقدمة للمرضى، وحققت العديد من الشركات والمؤسسات التي تطبق معايير هذه الجائزة نسبة نمو تقدر ب 92%، وقد حققت معدل نمو في الوظائف بلغ 63%، كما حققت الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تطبق معايير الجائزة معدلات مرتفعة من التخرج والارتقاء بجودة التعليم. ومقابل كل دولار واحد يصرف على الجائزة يتم تحقيق عائد يقدر ب 800 دولار أمريكي. اسمحوا لي أن أصحبكم في محطات سريعة من مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات. دولة الإمارات اليوم في التنافسية متقدمة، ولكن الأساس كان التميز وجوائز التميز في القطاع الحكومي التي بدأت في عام 1994، أكثر من 25 عام، مع جائزة دبي للجودة، ومن ثم وكانت القطاع الخاص، ومن ثم برنامج دبي للأداء الحكومي عام 97، ومن ثم أيضاً جائزة الشيخ خليفة للتميز، وجائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة الإمارات للأداء الحكومي. ومع تطور تجربة التميز في حكومة دولة الإمارات تم إطلاق جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز كجائزة جامعة وشاملة. بالنسبة لنا في دولة الإمارات، التميز رحلة، والتميز عملية مستمرة هدفها الإنسان والاقتصاد والمجتمع ككل. فما الذي حققته منظومة التميز الإماراتي؟ لا يمكن حصر جميع النتائج التي حققتها الجائزة اليوم، لكن سأستعرض أبرزها. نسبة التحول الإلكتروني والذكي في الخدمات في الإمارات اليوم بلغت 98%، كما بلغت نسبة استخدام الخدمات الذكية 75%.
في المئة كذلك. يقدر معدل انتظار المتعاملين في مراكز الخدمات بأقل من 10 دقائق، كما تقدر جودة المواقع الحكومية الإلكترونية بنسبة 93%، فاستخدمت الجودة كغاية لتحسين الخدمات والإجراءات الحكومية. كذلك تم استخدام التميز والجودة الحكومية وهذه الجوائز لتحسين مؤشرات التنافسية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدة قطاعات نلمسها الآن. فالإمارات الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، والأولى عالمياً في مشروع الشعور في مؤشر الشعور بالأمان، والأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي، والثانية عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية، والثانية عالمياً أيضاً في البنية التحتية للاتصالات، والرابعة عالمياً في الشفافية الحكومية. فجوائز التميز تم استخدامها كأدوات كي نذهب بها للمستقبل. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، نحن واثقون أن جائزة مصر للتميز الحكومي ستشكل إضافة نوعية في الارتقاء بالأداء الحكومي والمؤسسي، وستسهم في ترسيخ ثقافة التميز والجودة والتحسين والالتقان في كافة القطاعات على يد أبناء وبنات مصر ممن يؤمنون بقدرتهم على أن يكونوا فعالين في الدفع قدماً بمسيرة بناء وطنهم. يستندون على ذلك على إرث حضاري عمره آلاف السنين. عينهم على المستقبل تكون فيه مصر قوة اقتصادية وبشرية وإنتاجية فاعلة ومؤثرة عالمياً. قبل الختام، دعوني أختم بهذا الموقف الذي لا أنساه خلال زيارتي إلى مصر من حوالي الشهر، حيث قام الأخوة مشكورين بترتيب جولة لي في العاصمة الإدارية الجديدة التي تحدثت عنها معالي الدكتورة كثيراً. أقولها بصراحة، الجولة كانت مذهلة، والعاصمة الإدارية الجديدة مدهشة، وسرعة إنجازها تدل على قدرات عمرانية جبارة لأبناء مصر. كنت أسمع عن العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن من رأى ليس كمن سمع، وفعلاً أدهشتني هذه العاصمة الجديدة. في ختام الزيارة سألت أحد المسؤولين بعد الجولة أين يريد فخامة الرئيس أن يصل، كانت إجابته عظيمة. قال لي: القاهرة كانت العاصمة الأجمل والأكثر تميزاً في عام 1925، وهدف فخامة الرئيس أن تكون هذه العاصمة الإدارية الأجمل والأكثر تميزاً في العالم في عام 2025. وأنا أقولها لكم بأن رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطاقات الشعب المصري العظيمة قادرة على تحقيق هذه الطموحات، لأن مصر كانت وستبقى مفخرة للعرب جميعاً. وختاماً، تحية إجلال وتقدير ومحبة لكم من حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا معالي الوزير على هذه الكلمة الملهمة، على هذه الكلمة المعبرة التي تعد ترجمة مباشرة لخصوصية وتمايز العلاقات التي تربط بين الدولتين الشقيقتين، تلك العلاقة التي يعبر عنها شاعرنا العربي بقوله: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. عاشت مصر والإمارات العربية المتحدة، وحفظ الله أوطاننا. و
وأود أن أشكر حضراتكم أن سمحتم لي بهذا الشرف وصحبتكم خلال هذه الدقائق، وأفسح المجال الآن لزميلتي العزيزة نانسي نور لاستكمال وقائع هذه الاحتفالية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، أنا محدثتكم نانسي نور، ويسرني أن أرحب بكم جميعاً اليوم. حان الآن اللحظة التي ينتظرها الجميع لتكريم الفائزين بجوائز الدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المتعددة، سواء فيما يتعلق بالتميز المؤسسي أو التميز الفردي. ويسرني في البداية أن أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لبدء التكريم للفائزين. أولاً نبدأ بتكريم الفائزين بجوائز التميز الفردية. جائزة الابتكار والإبداع، وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع المؤسسات الحكومية على إيجاد بيئة عمل محفزة تشجع العاملين بها على الإبداع والابتكار. وقد تقدم لهذه الجائزة عدد 249 مشارك، وفاز بها كل منا. الفائز في المركز الأول السيد جمعة علي أحمد طغان من وزارة الري عن فكرة نظام مبتكر لمعالجة مياه الصرف الصحية. والفائز في المركز الثاني السيد أحمد باتع فهمي عبد اللطيف من وزارة الإسكان عن فكرة إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الصرف الصحية. أما الفائز في المركز الثالث السيد أشرف محمد النور محمد من وزارة العدل عن فكرة فحص التوقيعات اليدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي. والآن مع جائزة القيادات المتميزة، ولنبدأ أولاً بفئة مدير إدارة. تقدم لهذه الجائزة عدد 206 قيادي، وفاز بها كل من الفائزة في المركز الأول السيدة إيناس حمدي محمود عبد الفتاح الباشا من محافظة الشرقية. الفائز في المركز الثاني السيد فادي محمد إبراهيم زايد من محافظة المنوفية. أما الفائز في المركز الثالث السيد إسلام السيد رجب عبد الحميد من محافظة القليوبية. ثانياً جائزة القيادات المتميزة فئة مدير عام، وتقدم لهذه الجائزة عدد 262 قيادية، وفاز بها كل من الفائز في المركز الأول السيد إيهاب عماد حنفي عبد الباسط من محافظة أسوان. الفائزة في المركز الثاني السيدة نبيلة حسني منير الدسوقي من محافظة الشرقية. أما الفائز في المركز الثالث السيد أحمد محمد عبد الرحمن الدميري من محافظة القاهرة. ثالثاً جائزة القيادات المتميزة فئة رئيس إدارة مركزية. تقدم لهذه الجائزة عدد 69 قيادية، فاز بها كل من الفائز في المركز الأول السيد سعيد رمضان عرفة طه من وزارة قطاع الأعمال العام. أما الفائز في المركز الثاني السيدة حنان شعبان مطاوع عبد العاطي من وزارة الإسكان. والفائز في المركز الثالث السيدة ليلى شحاتة يوسف السيد من وزارة الإنتاج الحربية. رابعا
رابعاً جائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع. تقدم لهذه الجائزة عدد 26 قيادي فاز بها كل من الفائز في المركز الأول السيد أمجد محمد محمد خاطر من وزارة النقل، أما الفائزة في المركز الثاني السيدة إيمان سيد أحمد سليمان من وزارة الري، والفائز في المركز الثالث السيد أيمن عبد المنعم مختار حسن من محافظة المنوفية. ثانياً نبدأ بتكريم الفائزين بجوائز التميز المؤسسية. نبدأ مع جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية والتي تمنح للجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية المتميزة. تقدم لهذه الجائزة عدد 118 جهة حكومية فاز بها كل من الجهة الفائزة في المركز الأول وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن موقعها الإلكترونية، فليتفضل السيد مالك محمد أنس مالك فواز. الجهة الفائزة في المركز الثاني مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة عن موقعها الإلكتروني، وليتفضل الأستاذ الدكتور أشرف محمد عبد الباسط. أما الجهة الفائزة في المركز الثالث محافظة الشرقية عن موقعها الإلكتروني، وليتفضل الأستاذ وليد عبد الحميد السيد. والآن مع جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية. تمنح هذه الجائزة للجهات المحققة نتائج متميزة في خدمة المواطنين. نبدأ أولاً بفئة مكاتب البريد. تقدم لهذه الجائزة عدد 226 مكتب بريد فاز بها كل من الفائز في المركز الأول مكتب بريد قنا الرئيسي من محافظة قنا، فليتفضل السيد أحمد عبد القادر أبو الحسن. أما الفائز في المركز الثاني مكتب بريد ملاوي الرئيسي من محافظة المنيا، فليتفضل السيد مجدي محمد موسى عبد النبي. والفائز في المركز الثالث مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي من محافظة الإسماعيلية، وليتفضل السيد عمرو إبراهيم السيد زهير. ثانياً فئة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق. تقدم لهذه الجائزة عدد 64 مكتب شهر عقاري فاز بها كل من الفائز في المركز الأول مكتب توثيق السويس المطور من محافظة السويس، فليتفضل السيد عبد الله حسن عبد الله حسن. أما الفائز في المركز الثاني مكتب توثيق ضواحي المنيا من محافظة المنيا، فليتفضل السيد أحمد محمد سليمان علي. أما الفائز في المركز الثالث مكتب السجل العيني من محافظة السويس، فليتفضل السيد غريب أبو عامر محمد حامد. ثالثاً فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين. تقدم لهذه الجائزة عدد 158 مركز تكنولوجية فاز بها كل من الفائز في المركز الأول مركز خدمات المواطنين التكنولوجي منتزه أول من محافظة الأسكندرية، فلتتفضل السيدة نهى أحمد السيد خليفة. أما الفائز في المركز الثاني مركز خدمات المواطنين التكنولوجي المعادي من محافظة القاهرة، ولتتفضل السيدة نادية فكري عثمان علي. أما الفائز في المركز الثالث مركز خدمات المواطنين التكنولوجي مصر الجديدة من محافظة القاهرة، ولتتفضل المهندسة منى محمد رضا البطراوي. رابعاً فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي. تقدم لهذه الجائزة عدد 19 مكتب تأهيل اجتماعي فاز بها كل من الفائز في المركز الأول مكتب التأهيل الاجتماعي فارسكور من محافظة دمياط، فلتتفضل السيدة زينب إبراهيم السيد الحديدي كسبة. والفائز في المركز الثاني مكتب التأهيل الاجتماعي القصير من محافظة البحر الأحمر، فلتتفضل السيدة هويدة أبو الحجاج محمد صالح. أما الفائز في المركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعي الزرقاء من محافظة دمياط، فلتتفضل السيدة أماني شعبان ذكي المنكي. والآن مع جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، والتي تعتبر من الجوائز المهمة والتي تنافست فيها ما يقارب 560 جهة حكومية، وتمنح للجهات المتميزة في استراتيجياتها ورؤيتها وخدماتها ونتائجها. نبدأ أولاً بفئة القرى. تقدم لهذه الجائزة عدد 14 قرية من القرى الأم فاز بها كل من
الفائز في المركز الأول قرية بولاق من محافظة الوادي الجديد، فليتفضل الأستاذ عبد الناصر محمد صالح عمر. أما الفائز في المركز الثاني قرية سيدي عبد الرحمن من محافظة مطروح، فليتفضل الأستاذ فتح الله صالح زين. أما الفائز في المركز الثالث قرية صافور من محافظة الشرقية، فليتفضل الأستاذ عبد السلام محمد السيد. ثانياً فئة الأحياء، تقدم لهذه الجائزة عدد 64 حي فاز بها كل من الفائز في المركز الأول حي منتزه أول من محافظة الأسكندرية، فليتفضل الأستاذ حمدي عبد العليم شابا. أما الفائز في المركز الثاني حي العجوزة من محافظة الجيزة، فلتتفضل الأستاذة إيمان السيد. أما الفائز في المركز الثالث حي مصر الجديدة من محافظة القاهرة، اللواء أحمد محمد أنور عباس. ثالثاً فئة المدن، وتقدم لهذه الجائزة عدد 31 مدينة فاز بها كل من الفائز في المركز الأول مدينة الغردقة من محافظة البحر الأحمر، فليتفضل اللواء علي شوكة عبد الرحمن. أما الفائز في المركز الثاني مدينة بور فؤاد من محافظة بورسعيد، فليتفضل الأستاذ محمد عبد محمد السيد. أما الفائز في المركز الثاني مدينة رأس البر من محافظة دمياط، فليتفضل اللواء عماد حمدي حافظ عبد الله. رابعاً فئة المراكز، تقدم لهذه الجائزة عدد 140 مركز فاز بها كل من الفائز في المركز الأول مركز أجا من محافظة الدقهلية، فليتفضل الأستاذ متولي عبد العال متولي عبد العال. الفائز في المركز الثاني مركز بنها من محافظة القليوبية، فليتفضل الأستاذ حمدي سلامة محمد سالم. أما الفائز في المركز الثالث مركز شبين الكوم من محافظة المنوفية، فليتفضل اللواء عصام عبد العال محمد. خامساً فئة الكليات، تقدم لهذه الجائزة عدد 290 كلية فاز بها كل من الفائز في المركز الأول كلية الصيدلة في جامعة القاهرة، فليتفضل الأستاذ الدكتور هشام علي سالم علي. الفائز في المركز الثاني كلية الطب في جامعة القاهرة، فلتتفضل الأستاذة الدكتورة هالة صلاح الدين محمد طلعت. أما الفائز في المركز الثالث كلية الطب في جامعة المنصورة، فليتفضل الأستاذ أشرف عبد الباسط. أشكر معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والآن مع كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معالي الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، معالي السيدات والسادة الوزراء والمحافظون والسفراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث، وأتشرف أن أنقل إليكم تحيات سيادته، كما أتوجه بأرق معاني الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول. ويسعدني أن أنقل لكم ومن خلالكم خالص تحيتنا لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وأن تنعم إمارات الخير دائما وأبدا بثمار الاستقرار والتقدم والازدهار. الحضور الكريم، إنه من دواعي سروري أن أشارك معكم اليوم في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، فهو حدث محفز للجهاز الإداري للدولة وملهم للعاملين به
ومليء بالطاقة الإيجابية، فالنجاح هو الوقود الذي يجعلنا نستمر في العمل. وحفلنا اليوم يتزامن مع مرحلة مهمة في تاريخ مصر، مرحلة نسعى فيها لاستكمال ما بدأناه خلال السنوات الأخيرة من خطط طموحة وبرامج عمل في شتى المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة جني ثمار إجراءات الإصلاح التي ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها، يدعمها في ذلك وعي وثقة الشعب المصري العظيم. فعلى صعيد الإصلاح الاقتصادي، نفتخر بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 18-19 إلى 5.6%، وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق في مصر منذ 11 عام. وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8 في نفس العام، وانخفاض معدل البطالة من 13.4 في عام 2013، ليصل بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي إلى 7.5% في الربع الثاني من عام 2019، وهو أقل معدل له منذ عقود. وتعمل الحكومة المصرية على استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي واستدامة عملية النمو بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية الدوليين، وقطعت الحكومة بالفعل شوطاً كبيراً في تهيئة بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وكذا التوسع في مشروعات البنية التحتية وخلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. ويأتي من ضمن هذه الأولويات إطلاق صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر، خاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها الاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والسياحة. وإيماناً من الدولة بضرورة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري كأحد الروافد الرئيسية لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، تبنت الدولة خطة شاملة للإصلاح الإداري، يشرف على تنفيذها اللجنة العليا للإصلاح الإداري والتي أشرف برئاستها، وتضم في عضويتها عدد من السادة الوزراء والخبراء المستقلين، وقد تم صياغتها بالاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال. وارتكزت هذه الخطة على عدد من المحاور تشمل محور الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات وتحسين الخدمات الحكومية وبناء قواعد البيانات. وفي إطار الحديث عن محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، تأتي أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي في هذا التوقيت لتعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع الأفكار الإبداعية وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع. وتسهم كل هذه الإجراءات في جهود عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فنحن نتطلع لأن يكون الموظف العام متميزاً في جميع النواحي، بداية من لغته الرصينة وتعامله مع التكنولوجيا والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كفء وفعال يعلي من رضا المواطن المصري. السيدات والسادة، يسعدنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شريكة ومساهما إيجابيا في قصة النجاح التي نشهدها اليوم، وأغتنم هذه المناسبة لأعلن أنه بدءاً من النسخة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، ستصبح الجائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية.
كما طلبت من زميلتي معالي وزيرة التخطيط أن يتم مضاعفة القيمة المالية للجائزة، وتم ذلك بالفعل. وبالتالي فإن الجوائز التي تم تسليمها اليوم لكل الجهات هو قد تم مضاعفتها من الناحية المالية أيضا، وكل ذلك لتشجيع المنافسة وإزكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، والنظر في استحداث فئات جديدة في الجائزة في مجالي التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي. وفي الختام أود أن أشكر وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وكافة فريق العمل من الجانبين المصري والإماراتي على هذا الجهد والتنظيم الرائع. وأود أن أؤكد من جديد أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، فكلاهما طرف معادلة التنمية الشاملة والمستدامة. وأتوجه بخالص التهنئة للفائزين على حصولهم على الجائزة في نسختها الأولى، ونتطلع لأن نلتقي العام القادم إن شاء الله في العاصمة الإدارية الجديدة مع نخبة جديدة من الكوادر المتميزة التي تمثل عنصراً فاعلاً في جهود الوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز. مع تمنياتي لكم جميعاً بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على كلمتكم المعبرة والمحفزة. إذن ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لأصحاب المعالي والسعادة الذين شرفونا بحضورهم اليوم، وأتوجه مجدداً بخالص التهاني للفائزين بجوائز الدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي، على أمل اللقاء بكم في الدورة الثانية للجائزة.